مساء الخير والعافية عليكم مشاهدي قناة الوطن، قناة العراقية الرياضية. اليوم كاميرا العراقية الرياضية متواجدة باحتفالية وزارة الشباب والرياضة لطلاب التدريب الصيفي سمر سكول. كل يعرف أنه وزارة الشباب والرياضة قررت وتخوض تجربة جديدة لها طلاب المدارس تحت مسمى سمر سكول، أكيد ضمنت العديد من الفعاليات راح نتعرف عليها أكثر اليوم من خلال جولتنا، خليكم ويانا. هذا دور وزارة الشباب والرياضة في دعم النشاطات الشبابية مثل ما هي تدعم النشاطات الرياضية، وهذا يوم بعد يوم الوزارة بمساعدة زملاء ملاكات وزارة الشباب والرياضة تثبت يوما بعد يوم منهجها وسياقها بالعمل أنه تهتم بنشاطات الشباب. احنا اليوم نتكامل مع الوزارات الأخرى، فكما أن وزارة التربية تقدم نشاطات تربوية وتعليمية إلى شبابنا الصغار، لازم إحنا ما نترك الصيف يمر مرور الكرام، ولذا أخذت الوزارة على عاتقها أن تعمل على هذه التدريبات الصيفية، تطبق مناهج تربوية خاصة مختلفة كالنشاط اللاصفي مثلاً أو التعلم من حيث اللعب، كلها مناهج ونظريات تربوية تطبقها وزارة الشباب والرياضة من خلال مناهج غير معروفة داخل اللي هي تختلف تقريبا عن وزارة المناهج اللي يتخذها الطالب في وزارة التربية على اعتبار ذيك مقررات درسية صفية بها منهج ثابت بها منهج صارم، لكن من خلال اللعب من خلال الدورات الترفيهية من خلال السفرات تتم إرسال رسائل معرفية إلى الطفل. أولا من حيث يعني إذا نتحدث عن الفائدة المباشرة هو راح يتعلم أشياء، من حيث الفائدة المباشرة هو راح يشعر بالمرح وأن أن العطلة الصيفية لم يتم سرقها، يعني هو دا يشعر بالمرح واللعب لكن بنفس الوقت هو دي يتعلم ودي يستفيد. الفائدة اللي أنا أعتقدها هي أفضل شيء هي حفر صورة ذهنية بذهن هذا الشاب الصغير راح يستدعيها في كل يوم يكبر، يقول أنا سبق، يعني تكون عنده ذاكرة نظيفة، تاريخ يتشرف به أنه هو تعلم، أنه وزارة، أن الدولة اهتمت به. هذا الجانب الآخر اللي نعزز المواطنة، روح المواطنة عند الطفل حتى يكون مواطن إن شاء الله من يكبر صالح وعنصر مهم بالمجتمع. هذه كلها أفكار وتبنتها الوزارة، ما جعلتها أفكار طوباوية نظريات مثاليات غير قابلة للتطبيق، على العكس تماما وجدت لها أطر طبقتها. نشوف هاي التجربة الفعالية تعم على بقية المحافظات إن شاء الله. أنت تعرف مثل ما تعرف يعني أذرع وزارة الشباب والرياضة يعني للأسف تم تقصيرها من خلال تعديل القانون، لكن أمنا بالسادة المحافظين الذين أوكلت لهم مهام مديريات الشباب والرياضة في المحافظات أن يحذوا حذو وزارة الشباب والرياضة في تطبيق هذه البرامج، وإحنا إن شاء الله بعد قرار مجلس الأعلى للشباب أنه وزارة الشباب والرياضة هي من تضع البرامج بالتنسيق مع المديريات وأيضا بالتنسيق مع السادة المحافظين، وهذا دا نشتغل عليه وان شاء الله يرى النور قريبا باذن الله. طبعا استراتيجيه وزاره الشباب والرياضه هي توسيع قاعده الممارسين الرياضه تحت شعار الرياضه للجميع،
من ضمنها كانت انطلاق فكرة سمر سكول. سمر سكول لأن تتبنى وزارة الشباب والرياضة فعاليات سمر سكول الثقافية والفنية والعلمية والرياضية طيلة 3 أشهر، فكانت الخطوة الأولى هذه السنة. بداية ما كنا نتوقع عليه هذا الإقبال الكبير، حقيقة إقبال كبير من العوائل، تعدينا تقريبا 3000 بفضل رب العالمين. كانت الأنشطة المتوزعة بين الثقافة والفنون، دائرة الثقافة والفنون، دائرة الرعاية العلمية، ودائرة شؤون الأقاليم، ودائرة التربية البدنية. الألعاب اللي مارسوها هي كرة القدم صالات، وكرة الطائرة، وكرة اليد، والتايكواندو، والسباحة، إضافة إلى البرامج العلمية اللي بالدائرة العلمية، وكذلك المنهاج الثقافي بين رسم وخط ومسرح بالنسبة للجانب الثقافي في دائرة الثقافة. حقيقة المتفاعلين للآن العوائل والعدد في تزايد. أنا أعتقد أن هذه يعني هي من ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة أنه راح تعمم على كل المحافظات نتيجة المخرجات اللي حصلت هذه السنة من تفاعلنا. راح تستمر السنة المقبلة هم في لا سنوات، وراح تتسع، يعني راح تتسع القاعدة. أنا أقول لك يعني حتتسع القاعدة لجميع المحافظات وبصورة أكثر. يعني تعرف دائما الخطوة الأولى هي خطوة يعني تحدث بها بعض الأخطاء، فهي بس هي كخطوة أولى ممتازة جدا. احنا حققت كلش مرضيتها والله. انا اقول لك يعني فوق المتوقع بصراحه. احنا كنا بدايه الامر كنا متخوفين تنجح او ما تنجح، لكن نتيجه التفاعل وهذا النجاح صار عندنا اصرار انه نزيد العدد ونزيد الفعاليات وننظم اكثر. احنا كتنظيم اولي صار عندنا يعني بعض خطا هنا او خطا هناك، وهذا نتيجه عمل اولي. لكن هذه نتيجة أنه تصحيح الأخطاء أكيد أنه السنة القادمة راح تكون أفضل بإذن الله. استنادا لتوجيهات معالي الوزير المحترم الدكتور أحمد المبرقع، ومن أجل احتضان ورعاية المواهب الشبابية وزجهم في دوراتهم في التدريب الصيفي، أقامت الوزارة متمثلة بدائرة الرعاية العلمية ودائرة الأقاليم ودائرة التربية البدنية وكذلك دائرة الثقافة والفنون في مشروع برنامج التدريب الصيفي لمدة 2 شهر. احتضنت الوزارة على قاعات دوائر الوزارة كافة في دائرة الرعاية العلمية في القبل الفلكي، وكذلك على قاعات الثقافة والفنون وقاعات دائرة الأقاليم، من أجل يعني إبراز طاقات ومواهب الشبابية للفتيان والفتيات من عمر 8 لعمر 15. وهذا البرنامج نعتبره البرنامج الأول اللي استنادا لتوجيهات المعالي، وقد لمسنا ورأينا أنه التفاعل من ناحية العوائل من ناحية الشباب في زجهم على هكذا دورات، ونتمنى إن شاء الله هذه البرامج بالتنسيق مع العوائل والتنسيق مع الدوائر الأخرى يزجها في السنوات المقبلة إن شاء الله. فكرة كان بتوجيه من سيد المعالي، وبعتقد أنه يعني كانت تجربة ناجحة بكل المعايير والمقاييس، وقدرنا أنه يعني التجربة ضمت أعداد كبيرة من الشابات والشباب، وأكيد أنه كانوا بالنسبة يعني للجانب الفني الدور كبير، خاصة بالنسبة للمجاميع اللي اشتركت في المركز الوطني للموهبة الرياضية. وبشكل عام يعني التجربة كانت ناجحة، وهي تجربة اجتماعية نتمنى أنها تتكرر، وأكيد كانت مفيدة للجميع للعوائل، وكان يعني شاهدنا أن هناك تسابق للاشتراك بهذا التجمع. يعني أكيد في إطار الاهتمام اللي تولي وزارة الشباب والرياضة بهذه الشريحة الواسعة والمهمة، يعني الطلبة يعني لطالما بالفترات الماضية غابت عنهم مثل هكذا أجواء يكون هنالك منهاج صيفي، اهتمام خاص من قبل الحكومة العراقية من قبل الوزارات المعنية بهذه الشريحة. فوزارة الشباب آلت على نفسها إقامة هذا البرنامج الصيفي الأول للطلبة، واللي يتضمن مثل ما تعرفون عدة فعاليات، منها رياضية، علمية، ذهنية، ثقافية، مسرحية، كانت شاملة ومنوعة بحيث أنه يكون هنالك تنوع لدى الطفل. شفنا الإقبال الكبير من قبل الأهالي من قبل الطلبة، وشفنا التفاعل الكبير ومردود وناتج هذه البرامج المتعددة اللي تمت خلال الفترة الصيفية. شفنا تفاعل كبير وشفنا انجذاب وشفنا رغبة من قبل الأهالي بتكرار هذه المناسبة وهذا المنهاج بالفترات القادمة. اليوم الوزارة
تحتفي بالطلبة اللي نفذوا هذا البرنامج التدريب الصيفي بحضور أهاليهم، وراح يتم تكريمهم وأيضا الاحتفاء بهم بطريقة تليق بهم، وإن شاء الله راح يكون هذا منهاج ثابت لوزارة الشباب والرياضة إن شاء الله. بعد نجاح التجربة الأولى راح يكون هذا منهاج ثابت ودائم، ونتوقع زيادة الأعداد بالسنوات القادمة إن شاء الله. المشاهدين اكيد تغطيتنا ما زالت مستمره، معرفه اكيد اراء اكثر من خلال خوضهم تجربه سمر سكول. شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. ايش اسمك؟ محمد. محمد، محمد هاي تجربه سمر سكول، شنو اللي استفاديتها منها؟ استفاديت تعلمت شلون اتدرب، وتعلمت شلون اصير لاعب، وتعلمت اللعب، وهذا كله فضل الله. ايش كم لعبه شاركت فيها؟ ثلاثه. يا هي أكثر لعبة حبيتها؟ كرة قدم. ليش كرة قدم؟ أشقي. أشقي؟ من أكثر لاعب تحبه؟ ميسي. نيمار. نيمار. نيمار؟ نيمار. يعني ستجيب برشلونة مو؟ تجيب برشلونة؟ ليش مو الريال مو أحسن؟ لا. لا برشلونة مو زينين. أحسن من الريال. ليش أحسن من الريال؟ ثبت لي. ما أعرف. شكرا حبيبي. السلام عليكم. اسمك حبيبي؟ صادق. صادق؟ صادق. هاي التجربة اللي خطوها على مدار شهرين أو ثلاثة شهور، إيش كم لعبة شاركت بيها؟ ثلاث لعبات. ثلاث لعبات. يا هي أكثر لعبة عجبتك؟ هي كرة قدم. بنتي درة خالد شاركت بالدورة الصيفية بوزارة الشباب والرياضة، طبعا كلش استفادينا منها، كانت كلش ممتعة، وإن شاء الله نتأمل قالوا على الدورات القادمة يفتحون مال المواهب، لأن هي عندها موهبة الحساب الذهني، فازت بعدة جوائز وشاركت بالمسابقات الوطنية والعالمية، وإن شاء الله دائما نتمين لهم التميز والإبداع إن شاء الله. شو شاهدتي هي الفكرة، فكرة سمر سكول؟ والله كانت كلش فكرة لطيفة وممتعة، وبصراحة يعني كلش استفادوا منها. أولا تعرفوا على هواية أشخاص ومن مختلف الأماكن، يعني كانت همين ترفيهية وهم علمية، وهمين زاروا المتاحف وتعرفوا على تراث العراق، وكلش كانت تجربة ممتعة وياهم. شكرا. شلونك عمو؟ زين. شو اسمك؟ أنا اسمي درة. درة، ايش حققتي بالمشاركه خلال مشاركه بسمر سكول؟ ابقى يعني باي مسابقه شاركتي؟ الحساب الذهني. الحساب الذهني، يعني اذا اختبرتك قبال الكاميرا تعطيك ارقام تحس بيهن؟ اي. طلع حاسبتك احمد خلينا نختبرها. زين بسرعه، 7 زائد 8 زائد 10 زائد 15 زائد 25. 65. شكرا لك، واكيد اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا حبيبتي. حسين وسام، حسين انت شاركت وياهم خلال فتره شهر او شهرين، احكي لي حسين شو اللي استفاديت من خلال مشاركتك هاي؟ والله استفاديت هو اولا تمارين من احسن الكادر التدريبي، وكل سنه ياخذونا مكان ترفيهي، مسبح وكره قدم وكره طائره وهواي وصالات. زين، من خلال هاي الجولة شنو أكثر لعبة حبيتها؟ والله كرة اليد. يعني أنا من ضمن البرنامج الصيفي ومن ضمن أكاديمية التميز، وراح لك كذلك نفس الشيء. طبعاً كانت تجربة كلش حلوة، وأتمنى أنه تنعاد، لأنه صراحة كلش استمتعنا بهذا الشيء أنا ولا يعني عائلتي. زين، شنو أكثر شيء استفاديتي بيه أو أكثر شيء لفت انتباهك من خلال هاي التجربة؟ وقلت لك انه كانت اكثر من رائعه هذه التجربه، وكل شيء فيها حلو كان مميز، يعني ما اقدر اقول لك انه عن شيء واحد، لان كلها كانت جميله، واتمنى انه تنعاد يعني لان كانت كل شيء. شكرا لما. من لما الى رحيل. رحيل شلونك؟ الحمد لله. رحيل شلون شفتي هاي التجربه؟ كلش حلوه، واتمنى كل سنه تنعاد. زين رحيل، شنو اللي ضمنت هاي الفتره 3 اشهر، شنو ضمنت الفعاليات؟ شاركنا بها كرة قدم وكرة يد وكرة سلة وغيرها، ومسبح رحنا. تمام. شكرا لك التوفيق. شكرا لك. سمر سكول تفاعل بين الأهل والأطفال مع هذه الفكرة، لأنه يعني ولدت عندنا تفاعل، خصوصا أنه كان انجذاب للاعبين، استمرارية والالتزام بالفعاليات الصيفية، مختلف النشاطات اللي قمناها والفعاليات،
مختلف الرياضات، السباحة، الطائرة، السلة، كرة القدم. فكان اكو يعني شفت الفرحة وشفت السعادة بوجوه الأطفال واللاعبين، الحمد لله والشكر. إن شاء الله يا ربي إنه تتكرر هاي الفعاليات واهتمام بالأطفال، يعني تولد جيل منتج وفعال وملتزم منضبط. والحمد لله والشكر إنه الله سبحانه وتعالى وفقنا هذه السنة إنه قدرنا نسعد هذول الأطفال. كانت فكرة جيدة، برنامج جيد، كل اللاعبين تمتعوا بالأسبوع، سباحة، كرة قدم، كرة طائرة، كرة السلة، انجذبوا اللاعبين لهذا الأسبوع. الحمد لله والشكر لكل الرياضيين توفقوا بهذا المنهاج، ونشكر وزارة الشباب، نشكر وزير الشباب، نشكر جميع الرياضيين اللي قاموا على هذا المشروع. كانت مبادرة كل جميلة من وزارة الشباب والرياضة، وأنا شاركت بها واخذونا عدة رحلات سياحية منها المسبح أخذونا، ونشكر الوزير الدكتور أحمد المبرقع، أستاذ أحمد المبرقع. أنت يا لعبك أنت تحب؟ بالتايكوندو. تايكوندو، يعني أنت من زمان تحب التايكوندو؟ إيه. زي من خلال مشاركتك في فعاليات التايكوندو حققت نتائج شيء؟ الحمد لله. حققت؟ يعني علامه حركات. علامه حركات ان شاء الله. زين، راح تخوض هاي التجربه كل سنه ان شاء الله؟ كل سنه نعيدها. الياس، هاي التجربه اللي شاركت بيها حلوه ولا مو حلوه؟ حلوه ان شاء الله. يا هي اكثر لعبه عجبتك؟ كره قدم. كره قدم، هم ان شاء الله تريد تصير لاعب كره قدم ان شاء الله؟ ان شاء الله. مثل منو من يا لاعبين بالعراق تريد تصير؟ راموس. هاي بالعالم. زين، انت يعني مدافع؟ ايه؟ تريد مثل راموس. وبالعراق منو اكثر مدافع تحبه؟ ما ادري يعني متابع دوري عراقي. زين، تتمنى هاي التجربه تنعاد وتتكرر تجربه سمر سكول؟ شكرا حبيبي، شكرا لك. شكرا. شلونك حبيبي؟ زين. اسمك؟ ليث. كلكم تحبون القدم مو؟ انت لاعب قدم؟ نعم. لاعب قدم، شلون شفت هاي التجربه؟ تجربه سمر سكول. شنو اللي استفاديتها من المدربين؟ التمرين والتدريب وصير لاعب ان شاء الله. تمرين يعني شلون؟ شاف تمرينهم زين؟ اي زين. زين، يا لاعب اتمنى تصير مثله. كريستيان. جاهدي قناة الوطن، مثل ما تشوفون اجواء رائعة واكيد تجربة مميزة، الكل اشاد بهذه التجربة وهذه الخطوة، اكيد مستمرين وراح نعرف اراء اكثر من خلال خوضهم تجربة سمر سكول. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف على اسمك؟ مروج احمد. شلون شفتي هاي التجربة اللي شاركتي؟ كلش حلوة، استمتعنا واخذت توتر الامتحانات. شنو أكثر فعالية عجبتك خلال تقريبا كرة السلة. كرة السلة، يعني زينت بكرة السلة؟ يعني ممكن تستمرين بها؟ أكيد أكيد. شكرا لك. تعرف علي؟ السلام عليكم. ميسرة. ميسرة. ميسرة أكيد تجربة حلوة فريدة من نوعها شاركتوا بها. شنو أكثر شيء لفت انتباهك بهاي التجربة؟ يعني كرة السلة همية مثل أختي. شنو أحكي معك؟ كم فعالية يعني كم فعالية شاركت بها؟ هواية. يعني مثلا شنو الألعاب اللي شاركتوا بها؟ كرة السلة، تايكوندو، كرة يد. كانت فعالية المسبح هم كلش حلوة، فقرة المسبح كلش تونسنا بها. زين، تتمنين هاي التجربة تكرر؟ اي ان شاء الله. شكرا لك. تعرف عليك؟ عليكم السلام. لنا حارث. نشكر وزارة الشباب والرياضة على التدريب الصيفي اللي سووه لنا، ونشكر الدكتور أحمد المبرقع على اللي سووه لنا. وأكثر فقرة حبيتها بالتدريب كله اللي هو المسبح، فقرة المسبح. الكل يقول أحلى فقرة المسبح، ليش عجبكم فقرة المسبح؟ لأن به هو يعني أكثر شيء استمتعنا به. أكيد، تتمنى إن شاء الله تكرر هاي التجربة؟ أكيد. شكراً لك، شكراً لك. تعرف على حضرتك؟ اسمي روان. روان. روان، تجربة حلوة أكيد خطوها. شكراً للجميع. شنو أكثر شيء عجبكم بهذه التجربة؟ على كل شيء كان حلو، ما بيها أي مقارنة، لأنه كل شيء كان حلو. وإن شاء الله تنعاد كل سنة. أنت شو اسمك؟ شاذين العلي. شاذين، شاذين شلون شاركتي بهاي التجارب واللعبة؟ شيء لعبتي؟ شفتها باليوتيوب. شفتيها باليوتيوب؟ يا لعبة أكثر لعبة تحبين؟ تشقلمبات. تعبين تشقلمبات؟ زين، يا هي احلى شقلمبه، سوي لنا شقلمبه تقدرين؟ لو خفت توسخين. اتوسخ. توسخين. شقد عمرك انت؟ 6 سنوات. 6 سنوات، يعني انت صف اول؟ ها؟ صف اول؟ ايه. شاطره؟ كلها عشرات؟ شو وقت لحقتي السنه استوها بدت؟ شو اسمك حبيبتي؟ رقية. رقية شقد عمرك؟ 7. 7، انت ثاني ابتدائي؟ الله تتجاوز. رقية، أكثر لعبة تحبيها؟ تايكوندو وتشقلمبات. تايكوندو وتشقلمبات. ليش حبيت هاي اللعبات؟ مثلها حلوة. ليش حبيت هاي التايكوندو وتشقلمبات؟
يعني أي يعني أي حركات تحبها. أي حركات تحبين؟ يعني تتعاركين بالمدرسة؟ ها؟ تتعاركين بالمدرسة؟ لا. أي عافية. تاكوندو بس صرع يعني صرع عبابين وهي شنكت. كلش عافية عافية. هي مو يعني مو بصف بيتنا. هي مو بصف بيتكم؟ إيه. شلون عرفتيها؟ إحنا بين القطع اثنين. وهي؟ قطع ثلاثة. قطع سلاسة؟ يا قطع ثلاثة ثلاثة. لا يلا شكرا شكرا حبيبتي شكرا. أنا إنسان ولي إحساس أملك دوما خمس حواش في الأنف أشم الواردة بيدي أملك وجه الشدة بالعين الأعلام تملك دوما خمس حواش في الأنف أشم الوردة بيدي أملك وجه الشدة